مدرسة في دعاء. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.